إذن كشف حساب تقدمه قناة الرافدين لمشاهديها بعد 15 عاما من انطلاقها، يقدمه من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين حارث الأزدي، وأيضا ينضم إلينا بعد قليل الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. مرحبا بكم أستاذ حارث، أبدأ معكم. 15 عاما على انطلاق قناة الرافدين، هل استطاعت الرافدين تحقيق الهدف المرجو من إنشائها أستاذ حارث؟ حياكم الله. بداية أتوجه بالتحية والتهنئة والتبريكات لقناة الرافدين إدارة وموظفين مذيعين ومحررين وصناع محتوى وكذلك المتابعين والداعمين والمؤازرين لهذه القناة العزيزة. قناة الرافدين شكلت معلما فارقا في صناعة الإعلام. الرافدين بحق منارة وعي في المشهد الإعلامي العراقي، وأنتم نجومها. الله يسلمك. عودا على سؤالك، نعم. نقول نعم، استطاعت أن تحدد المسار. قناة الرافدين حددت المسار واقتحمت الصعاب وواجهت مشروع كبير تقف وراءه دول وأحزاب. نعم. استطاعت بالكلمة الصادقة أن تكون منارة الوعي يتابعها من يريد أن يعرف الحق، ويتابعها كذلك من يريد النيل من العراق لأنه يخاف من كشفها ومن تغطياتها الصادقة. نعم. أستاذ حارث، يعني الظروف اختلفت عن وقت انطلاقها إبان الاحتلال ومناهضة المحتل، هل ما زلتم ترون أن العراق يعيش فترة احتلال؟ ما هو شكل هذا الاحتلال برأيكم؟ حقيقة إذا في مسألة التفصيل، إذا كنا في بداية يعني بعد 2003 وحتى وصولا إلى 2006 يوم العام الذي انطلقت به القناة، نعم. إذا كنا نعاني من احتلال واحد، فنحن اليوم العراق أقصد يعاني من احتلال مزدوج، الاحتلال الأمريكي والمخططات الدولية وكذلك مخططات إيران عبر ميليشياتها وأحزابها، نعم. وسيطرتها على الدولة، بل هي ماضية إلى محاولة ابتلاع العراق بالكامل. الظروف أستاذي الكريم تعقدت كثيرا، وصارت المخططات تشتمل يعني شملت العدو وشملت أيضا الخصوم، بل ابتكروا الآن يعني الضد النوعي لكل من يناهض عمليتهم السياسية ولكل من يناهض مخططاتهم الرامية إلى النيل من العراق. العراق يعيش حقيقة أسوأ مرحلة بتسلط هذه المخططات الدولية ومخططات دول الجوار. أستاذ حارث، في ظل خطاب سياسي وإعلامي طائفي تصاعد بعد الاحتلال 2003، إلى أي حد تعتقد أن قناة الرافدين نأت بنفسها عن هذا الخطاب الطائفي، بل تبنت الخطاب الوطني المضاد لمجموعة الخطاب الطائفي عبر القنوات الفضائية في داخل العراق؟ نعم، لكل وسيلة إعلامية كما تعلم حضرتك، نعم. يعني سياسة تحرير، وهذه السياسة التحريرية تعد العمود الفقري للمحتوى الإعلامي الذي تقدمه. صحيح. هذه القناة أو تلك قناة الرافدين منذ انطلاقتها حددت يعني في سياستها التحريرية جعلت العراق نصب عينيها. تجد الرافدين حاضرة في المشهد العراقي أينما وجدت قضية تخص العراقيين. نعم. وليس أدل على ذلك، يعني لو استعرضنا شريط سريع من الأحداث التي مر بها العراق منذ انطلاقة يعني شباط 2011، كانت الرافدين حاضرة قبلها. نعم. انتهاكات الاحتلال كانت الرافدين حاضرة وتقاريرها موثقة وموجودة الآن على النت، يعني انتهاكات قوات الاحتلال الأمريكي ضد العراقيين وقتلهم ويعني استهدافهم. نعم. كذلك الاعتصامات التي حدثت في الأنبار وفي المحافظات الست كانت أيضا الرافدين حاضرة، وليس انتهاء بما جرى في البصرة والناصرية والسماوة والكوت، مثل ما كانت هناك حاضرة كانت أيضا حاضرة الرافدين في بغداد والأنبار وصلاح الدين. فالرافدين حقيقة بسياستها الإعلامية جعلت العراق هو الهدف وهي ماضية إليه. أستاذ حارث،
هناك من يتهم قناة رافدين بأنها محرضة، يعني على الرغم من أن القناة تنقل أخبارها عن وكالات ومراكز أبحاث. هل موضوع النقل عن هذه الوكالات ومراكز الأبحاث يعد تحريضا وبالتالي يخرج عن المهنية الإعلامية؟ في طول مسيرة الرافدين وأنا من المتابعين لها يعني بشكل شبه دائم، نعم، الرافدين لم يسجل عليها أنها نشرت خبرا ثم اعتذرت عنه. سياستها التحريرية في غرفة أخبارها، وأنا على تواصل يعني مع يعني زملاء إعلاميين يقاطعون الأخبار ويصلون إلى أدق التفاصيل ويظهرونه. نعم. كل من يريد النيل من العراق يحاول أن يتهم الرافدين بهذه التهمة الجاهزة. طيب أستاذ حارث، منذ انطلاقتها في العاشر من نيسان 2006 لم تتوقف عمليات استهداف قناة الرافدين الفضائية، ومنها على سبيل المثال الهجمة الحالية ضد منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هنا السؤال المطروح دائما، لماذا تستهدف قناة الرافدين باستمرار؟ أقول بإيجاز لأنها صوت الحق في زمن تسيد به الباطل، ولأنها هذا الصوت تستهدف، ولأنها تكشف للعراقيين المخططات الرامية إلى النيل منهم واستهدافهم واستهداف ثرواتهم واستهداف حياتهم تستهدف عبر مسيرتها المباركة. يعني لو أيضا استعرضنا مسيرتها منذ مكتب بغداد استهدفوا بتفجير سيارة، وأيضا الكتاب الذي وقعته الحكومة وقتها بإغلاق مكتب الرافدين في بغداد، وكذلك التواصل مع مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر لإغلاقها، وتم تعليق البث وأغلقت القناة وتحولت إلى مكان آخر. وليس انتهاء اليوم يعني يفرحون ويهللون أنهم أخذوا منصة إعلامية اللي هي منصة تويتر، ويحاولون أن يدجلوا على الناس ويقولون انه احنا اخترقناها. طيب انت اخترقت الحساب، هذا الحساب اكبر منك واكبر من رسالتك واكبر من انه انت تستطيع ان تديره. ماذا ستفعل بهذا الصوت الهادر من الرافدين؟ هي موجوده الان على بالفضاء وتقوم بعملها، انت اخذت منصه، نعم هي عزيزه على الرافدين وفيها من المتابعين، لكن هذا لا يعد يعني نصرا كبيرا عليها. من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الأزدي، شكرا جزيلا لكم.